احسن احسن عنه ما اتعمل. ايه في ايه؟ مهرجان المزاريطه بعتين لي رساله بيقول لي اتلغى. اتلغى ليه؟ بيقول لك حزلقوم مرشح نفسه لرئاسه النقابه فاتخانق مع اشرف زكي باليد وحصل مشكله كبيره وباسم سمره بيصالحهم دلوقتي. باسم سمره ده خبر بجد ولا بتهزر؟ اه بجد. احسن احسن انه اتلغى. مهرجان كان عره اصلا. مهرجان المزاريطه. ايوه يا سيدوني الصفقه تمت والفلوس معايا. ايوه اديت الراجل اللي بيتش بادي والتوكيل واداني 50,000 جنيه. عديتهم 7 مرات زي ما انت قلت لي. بس حصل حاجه غريبه. اول مره بعدهم طلعوا 50,000 مظبوط. تاني مره طلعوا 49,500. تالت مره بعدهم طلعوا 50,200. فضلت على الحال دي يا سيدوني لحد لما في مره بعدهم طلعوا 52,000 جنيه. خدتهم ودريت. بقول لك يا سيدوني هو اللي حصل ده ليه علاقه بالبورصه؟ ملوش. ايوه انا مسافه السكه ودايلك. بقول لك يا سيدوني هو ممكن تسلفني 10,000 واردعهم لي 9,000؟ لا ما هو انت تعمل زيي وتقعد تعدهم لحد ما يطلعوا 10,000. اعوذ بالله الطمع عمى قلوب الناس. ازيك يا اجرس؟ اهلا وسهلا. ايه مالك يا ابني في ايه؟ هو انت؟ اه انا. بص يا اجرس انا كنت جالك عشان عاوز في يلا ولا خد شي. ولا خد شي. يا اجرس انت بتجري ليه؟ انت متخلف يلا؟ يعني لو عايز تجري مني وتعمل مطارده هتعملها بحمار؟ وانت يعني بتطاردني في لاس فيدس؟ احنا هنا في المزاريطه مفيش غير حمير. طب وانت اصلا بتجري مني ليه؟ واه مش انت عاوز تنتقم مني عشان اتحبست بسببي في مهرجان المزاريطه؟ اكيد اكيد قعدت في السجن تفكر وتخطط وتلعب عجله وضغط ليل ونهار لحد لما حضرت الخطه اللي هي وده عشان تنتقم. ايه ده؟ ايه المخ المريض ده؟ انزل يا ابني بلاش عبط. لا ما هنزلش. شي شي واه هو ما بيدريش ليه؟ ما اعرفش يمكن عشان مربوط. ايوه صح. انزل يا هجرس انزل انزل انا عايزك في مصلحه. لا انا ما انزلش غير لما اطمن. هو انت فاكر نفسك كده محمي يعني وانت فوق الحمار؟ يعني مش هعرف امد ايدي واجيبك من قفاك؟ ايوه صح 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 خلاص خلاص. يعني انزل ومش هتعمل لي حاجه؟ حاجه؟ ايه حاجه دي؟ حاجه تعمل لي حاجه. اصل انا بقول الديم دال. تصدق تفصيله مهمه؟ لا ما تخافش انزل وانا مش هعمل لك حاجه. تعال. اقعد. ها ايه المصلحه اللي انت عاوزني فيها؟ شوف يا اجرس بصراحه كده انا بقالي فتره عندي حاله اكتئاب. زهقت من حياه الاضواء والشهره. نفسي بقى ارجع للحياه الطبيعيه العاديه دي. انت عارف الفنانين دول مظلومين جدا. حياتهم قاسيه. الناس بتشوفهم من بره حياتهم براقه وحلوه. وهي فعلا حياتهم حلوه جدا. يعني بياخدوا فلوس كتير. كل الناس بتقعد تشاور لهم يمشوا في الشارع يا فنان يا سلام يا فنان يا سلام. البنات تتحدف عليك من كل حته عايزه تتصور معاك. كل الابواب بتتفتح لك تدخل اي مطعم تاكل ما تدفعش. انا لسه من يومين في كبابجي فاتح كده اهوت عايزني اروح عشان ايوه ويتوش الملوخيه وانت تسقيفه كبيره بالظبط كده. فانا هجرس عمال افكر ازاي اهرب من حياتي دهيت واعيش حياه طبيعيه. وقعدت افكر لحد لما افتكرتك وقلت ليه انا وهجرس ما نبدلش حياتنا. انا اخد شخصيته وهو ياخد شخصيتي ونستغل الشبه اللي بيننا ده. ايه دي شبه ايه اللي بيني وبينك؟ انت شايف ان مفيش شبه بيني وبينك؟ لا ما هو لو عملنا شويه حاجات صغيره كده يبقى في شبه بيني وبينك. يعني مثلا الشنب ده تحلقه. واه معلش هتحلقه. شعرك برضو يعني تصبغه اسود. ما هو اصلا اسود. لا يا راجل يعني انت عامل كده بمزاجك؟ يعني دي مش حادثه من وانت صغير مثلا زيت عباد الشمس وقع على دماغك؟ كرياتيفتي. اه كرياتيف حلو حلو جميل جميل. بس انت بقى تعمل كل الحاجات ديت وانا برضو معلش يعني اصورك كده صوره وابعتها لإيهاب محروس المكير عشان يعمل لي شنب زي شنبك وشعري برضو نفس اللون ده. هو ده ايه اللون ده؟ ايوه انت عاوز نعمله زي فيلم اعدام ميت كده. بالظبط فيلم اعدام ميت. يعني انا ابقى محمد سلام وانت هدرس؟ مظبوط.
يعني انا هبقى ممثل؟ ايوه يا ابني. واه، وهقابل غادة ابراهيم؟ هتقابل. اشمعنى غادة ابراهيم؟ نفسي اتعلم منها فن الكاريزما. هتتعلم ان شاء الله فن الكاريزما. المهم هجرس، انت موافق؟ ايوه طبعا موافق. حلو كده بقى، ما فاضلش غير ان انا اعرف شويه تفاصيل عنك وانت تعرف تفاصيل عني عشان ما نتكشفش. ايوه صح صح، انت صح. طب قول لي، بتحب البيتزا اطراف ساده ولا محشيه؟ هي دي التفصيله اللي هتكشفنا يا فنان. بوسي كشفت محمود عبد العزيز من شعراي في ظهره. انت فين واكل دماغك ولا؟ بس صح، انت بتتكلم صح. ماشي يا سيدي، انا باكل البيتزا ساده. اكسترا موتزاريلا ولا من غير؟ لا كده مش هنخلص. في ايه؟ بص، انا ما باكلش بيتزا خالص. طيب بالنسبه للكريب، تحبه محشي دبن؟ ايه يا ابني، انت جعان ولا بتعمل اوردر؟ بص انا هكتب لك كل الحاجات اللي انا بحبها في ورقه. ماشي. طب سؤال مهم بس تجاوبني بصراحه. اتفضل. يعني هل في بينك وبين ممثلك ده او منتدك ده او مخرجك ده علاقه كده ولا كده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا طبعا مفيش. يا خساره. طيب ايه نوع التنازلات اللي انت قدمته عشان توصل وتبقى ندم؟ تنازلات ايه يا حيوان انت؟ انا ما عملتش حاجه من دي خالص. امال عملت ايه؟ مو انت ولا موهبه احمد زكي ولا ابناء الفنانين؟ وصلت بمجهودي. انا بقيت فنان بموهبتي يا هجرس. انا حفرت في الصخر، نمت على الرصيفه، كنت بوفر نص جنيه اللي هروح بيه عشان اشرب شاي مع اصحابي. كنت خلاص اهدي، واحنا قاعدين في برنامج. ايوه صح، بمناسبه البرامج دلوقتي لو شيخ الحركه كلموني عشان اروح وشيخ الحاره زنقني في سؤال وانا ما عرفتش ارد اقول له ايه؟ يا ابني يا ابني، خلينا في المهم، خلينا في المهم يا هجرس. بص يا هجرس، انا دلوقتي بقى عايز بطاقتك او باسبورك عشان الحق اهرب. واه، تهرب من ايه؟ اهرب اهرب زي ما قلت لك من حياه الاضواء والشهره. صح صح. عموما اطمن يا فنان، انا كل اوراقي شايلها في شكمديه دوا الدولاب بتاعي. شكمديه كو يعني الشنطه دي؟ طيب ما فيهاش محفظه بطاقه؟ لا دي ما فيهاش غير. واه، فيها ايه الشنطه دي؟ ما فيهاش غير شويه لب وزداني عشان طول ما انا ماشي اتسلى. المهم يا فنان ما تكروتنيش دلوقتي، انا عرفت عنك كل حاجه، انت كمان لازم تعرف عني كل حاجه عشان ما تتكشفش. اتفضل قول. دلوقتي معظم الناس لما بتطلع من الحمام بتغسل يدها. معظم ايه؟ كل الناس بتغسل ايديها لما بتخرج من الحمام. انا ما بغسلهاش. ومالك بتقولها بفخر ليه كده؟ دي عفانه يا ابني. لا دي شخصيتي. حاجه تانيه، عندك معظم الناس بتغير غياراتها الداخليه مره كل اسبوع 10 ايام مثلا. وايه اللي 10 ايام؟ انت ايه يا ابني؟ خرتيت؟ بقول لك انا مش عامل العفانه دي. لا لا يا فنان، انشف كده، انت داخل على شخصيه معقده. قصدك شخصيه معفنه. واه، بمناسبه النظافه عندي سؤال. اتفضل. بتنيل ايه تاني انت؟ دلوقتي الحمام اللي عندك في البيت بقعده واحده ولا بقعدتين؟ وايه اللي بقعده ولا بقعدتين؟ يخرب بيتك هجرس، هي قاعده واحده والتانيه بايدين. بايدين؟ بيعمل ايه بالايدين؟ فنانين. اقلع يا هجرس اقلع، هات هدومك دي، هات.